استخار به القرآن الكريم لمواليد برد العذراء. صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشر بما انتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. وبعد الاستخارة هنشوف رسالتك بتقول لك إيه. إن شاء الله رسالة خير وهتكون من نصيب أخواتنا في الله اللي دعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف، هنشوف رسالتك بتقول لك إيه. بتقول لك الصورة الخاصة ليك صورة النمل، صورة النمل الصورة ليك طلعت لك. هنشوف الملح الروحاني بيقول لك ايه. فضلا وليس امرا انزل فيها التعليقات، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي انزلوا في التعليقات، صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. شايف هنا ديالك فرحة، ديالك فرحة بإذن الله تعالى، وديالك رزق، ديالك السعادة، مكتوب لك السعادة. بس انت هنا معصب نفسك كثير وبتفكر كثير، وكأن شايفك يعني بتلوم نفسك على امور حاجات كثيرة، يعني بتلوم يعني نفسك. في اشخاص حواليك مش كويسة، لكن رب العالمين هينجيك. مكتوب لك الرزق دايلك، الرزق دايلك، وهيتكتب لك الرزق الفترة اللي جاية. في عندك اتصال، يعني شايف هنا عندك اتصال على حد بتشكي ليه مشكلة حصل بينك وبين شخص. احذر الفترة دي من بعض الخلافات اللي هتحصل في عتبة البيت، او في خلافات هتحصل في بيتك او عندك، في خلافات هتحصل، فاحذر وكن حريص، كن حريص. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا يعني شايف هنا هتكون يعني بسبب المشاكل دي، هتكون بسبب الكلام وسبب الجيل والجال والحكا والكلام ده. عندك القدرة انك تتحمل المسؤوليات، بس مش هيكون عندك القدرة انك تتحمل خبث الاشخاص معاك. شايف هنا يعني بيجيلك حاجة هدية، بيجيلك حاجة هدية في تليفون، ومن بعدها بعد ما تسمع خبر بالتليفون ده من بعدها بتسمع رزق حلو. عندك هنا ضغط نفسي وعصبي الفترة دي، حتى انا شايفك هنا بتعاني بقلة النوم خلال الفترة اللي جاية. عندك مشكلة حكومية، اوراق حكومية، او حد مسدون، او عندك قضية او حاجة تخص الحكومة، في اوراق او مشكلة او حاجة تخص الحكومة بتخلص على خير، بتخلص معك على خير باذن الله وسلام. في عندك هنا ضيق، او عندك ضيق خانقك تعبك راح ينزاح باذن الله تعالى. في ضيف ذيلك، ضيف ديلك من مكان بعيد، وكأنه يعني بيحمل الخير وهو جاي. حاول هنا تستغنى عن الأشخاص اللي بتحطك في أمور مش هتفيدك. في عندك وحدة ست، الست دي مش كويس، احذر منها، احذر منها. رب العالمين هيقف معاك ومش هيخذلك أبدا أبدا. دايما هنا بقول لك ان حواليك اشخاص منتظرين منك الغلطة عشان يشمتوا فيك. عندك استغلال عاطفي، فيا ريت ما تفتحش قلبك لاي شخص الا يستحقه هيكون في حياتك. شايف هنا حد عايز يأذيك وعايز يجيب لك المتاعب وعايز يجيب لك التعب. عندك مبلغ مالي، مبلغ مالي كويس دايلك. شايفك هنا شخص سبب يعني حماقته وتصرفاته معاك هو السبب، ده مش كويس الشخص ده. عندك هنا شخص هيفتش في حاجات او هيفتش لك في حاجات وانت غايب. شايفك هنا بتكشف شخص بيكذب عليك، بيكذب عليك عشان يستفيد منك، وكأن شايفك هنا رامي حمولك على رب العالمين. بتتنصف قدام شخص وفي عندك موضوع بتمشي فيه بيفشل معاك، لكن انك ملت فيه نجاح كبير ليك، في نجاح عندك كبير، فيه نجاح عندك كبير. انت هنا محتاج تعطي نفسك وقت من الراحة والاسترخاء. عقلك الفترة دي زايد في التفكير، امور وحواديت ما كنتش متوقع تسمعها تسمعها الفترة اللي جاية، بقدر يعني بقدر مستهدي نفسك. رب العالمين هينصرك في يعني كتير امور حواليك انت فاقد فيها الامل، بس يعني الامل عند ربنا موجود. بص هنا
عندك صراع داخلي، شايف عندك صراع هنا داخلي ما بين تنسحب من شخص بيوقعك في فتنة وما بين انك مستني الوقت عشان تعرف تاخذ حقك. الموضوع المادي عندك هنا اللي جاي رايح، قد ما بتجري على لقمة عيشك قد ما انا شايف ان عندك مسؤوليات، عندك مسؤوليات كبيرة وكترتها زادت عليك. وهنا لما بنحتاج الحاجة بتطلب، يعني ما بتلاقيهاش، ولكن هنا يعني مش يعني هيكون في مقابلة، في شايف فيها، فهيكون في هنا مقابلة عاطفية بتتحدد فيها مسيرة أو أمور معلقة بينك وما بين شخص. هتسمع من شخص كلام بيزعلك لجرد كبيرة، وفي عتبة البيت هنا هتقابل النميمة والفتنة. اثنين اوقات هنا، يعني اوقات بيحصل بينك، يعني ما بينك وما بينه شخصيا مشكلة، بس ربنا بيقف معاك. في شخص يعني من طبعه الكذب وكلامه معاك لا يقدم ولا هيأخر. انت هنا تعبان كتير وقلبك واجعك، ولكن الفترة اللي جاية السعادة مستنياك، السعادة مستنياك، مناسبة حلوة بتحضرها. وعندك هنا شخص، يعني الشخص ده بيستشفى من تعب صحي، محتاج هنا هيكون عندك الصبر على كتير أمور. شايف عندك، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، يعني كتير أحداث بتحصل معاك حتى تتجاوز المرحلة دي. شايف بدون قلق وإرهاق الحبيب هيكون معاك، في يعني شايف هنا في وضع توتر ومتطلبات هتكون، يعني هتكون كتيرة الفترة دي. في إنسان رقبتها طويلة هتدخل بينك وما بين الشخص في كلام، وهتصير الجدل بينكم. يعني شايف هنا متوزع عليك شخص انه بيتجسس عليك في كل امورك، عندك تعب صدر ومعدة وترهاق وخنقة وضيق، اكتر حدا المشاكل اللي بدون سبب، عندك النفور تعبك، عندك وقف حاد، هاي من السحر اللي عندك، عندك السحر تعبك قوي، معركل لك حدات كتير. شايف عندك فرصة شغل بتجيلك بتفرح فيه، عندك سفر داخل البلاد، عندك محكمة ربنا هينصفك فيه. شافك هنا تقعد مع شخص مهم، بس بعد عن السلف، تسلف فلوس او تسلف فلوس، الخير جايلك، الخير دايلك، ولو فين مطروح الخير دايلك بإذن الله تعالى. شايفك هنا عندك تبرير لأشخاص في الكلام، وانا بقول لك هنا يعني ما تبررش الأشخاص، لا وجود، يعني لا وجودك يعني في حياتهم منفع، لا وجودك في حياتك يعني منفع، ولا وجودهم في حياتك منفع برضه. بقول لك عندك هنا شخص، يعني الشخص ده بيخنقك من طريقة حديثه معاك الفترة دي. شايف ان انت يعني هتعاني بحالة عاطفية غير مستقرة، في يعني شايف هنا ظروفك المادية فيها تقلبات، ولكن الفترة اللي جاية الوضع المادي هنا معاك هيتحسن. شايف هنا أشخاص هنا هتاخد أو هتاخد منك موقف بسبب الغيرة، واحذر الفترة دي من الخلافات العائلية. في أشخاص حاسدينك لدرجة كبيرة، وأنا شايف عندك هنا النصر من رب العالمين، عندك النصر من رب العالمين. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. فضلا وليس امرا احبابنا في الله، دعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله، فضلا وليس امرا. بسم الله الكاشف. في اشخاص حاسدينك، الاشخاص ده حاسدينك لدرجه كبيره، الاشخاص ده حاسدينك لدرجه كبيره، وانا شايف عندك هنا نصره، نصره في شخص او في ناس او في اشخاص ظلموك في الكلام وهيقولوا عليك. عندك هنا شخص مهم كان ليه معزة جوا قلبك، لأن هنا شايفك إنك متردد تاخذ خطوة اتجاهه، مكالمة تليفون أو رسالة هتديلك، بس هنا هتبص فيها ومش يعني مش هترد عليها. في عندك وحدة ست تصرفاتها معاك هتكون مش عاجباك، وفي نفس ذات الوقت
مش هتكون قادر تتكلم او تعبر. في فرصة السفر ديالك، فرصة السفر ديالك، واحذر من التجسس عليك من اشخاص حواليك. اشخاص حواليك هدفهم منك انهم يوقعوك او يخرجوك عن شعورك او يتعبوك. عندك هنا شعورك تعبان، بس رب العالمين هيقف معاك. وفي موضوع يعني شايف موضوع خصام او مشكلة مع حد، انت معطي كتير، يعني واقف عطائك للزايد للناس عن اللزوم. عندك موضوع محكمة او قضية مش هي يعني مش مرتاح. في عندك شخص انت يعني هتقدر تخرصه برضه، يعني هتخرصه توقف عند حده وبردك عليه. الرزق جاي لك قريب، الرزق جاي لك قريب وهتنبسط بيه جدا. في بلوك بينكم وبين شخص هيحصل يعني هينفك. في عندك هنا زيارة لدكتور، حتى انا شايف هنا يعني بتروح عند دكتور او بتتابع عند دكتور، متابع عند دكتور. في شخص بيجي لك منه خير وبيفرح قلبك، بيفرح قلبك. احذر من المحتالين والمنافقين، وحاول تتجنب الاشخاص اللي بتغير منك. حاول تتجنب الناس دي اللي بتغير منك، اللي بتتمنى لك الشر، اللي تيجي قدامك تعمل نفسها ان هي بتحبك وبتتمنى لك الخير. حاول تبعد عن الناس دي. في امراه، المراه دي بتكرهك وانت مخدوع، هتنصدم لما تعرفها. احذر المكيدة عشان ما تقعش فيه. في شيء هنا هيحصل لك هيغير حاجات كتيرة في حياتك. استعد، استعد للفرحة. انت مش مضغوط عاطفي او تعبان او حصل مشاكل كتيرة بسبب السحر. البعض منكم ترسيم علاقة وشاف قرار زواج، في قرار زواج. وللمنفصلين هنا يعني اللي انفصلوا بسبب السحر، الشريك يعني السابق بيعيش اقصى حالات الندم على فراقك. شايف بداية جديدة وأمل عاطفي جديد في مواقف يعني هتكون كويسة. شايف للبعض هنا مبلغ مالي بعد أيام. للبعض هنا تريد الارتباط ولكن في عراقيل من أهله، من أهل الشريك. في شخص هنا يفكر فيك طويلا ويتأمل صورك وأنت تشعر بأنك مراقب أو شيء من هذا القبيل. صدق شعورك لهذا الشخص. شايفك تفكر في شراء شيء جديد، شراء منزل، شراء سيارة، شراء مسكن، شراء بيت، بتفكر في شراء حاجة جديدة. إن شاء الله تتم على خير بإذن الله تعالى. كثر تفكيرك لا تدعك تنام بالسلام، اترك الأمور بيد الله وستنحل أمورك. خروجك يعني من فترة طويلة صعبة، شايف حب جديد يطرق قلبك. البعض هنا كلام كتير بيتقال عليك وانت عارف الشخص ده، بس انت يعني مش هنا، مش في دماغك، مش حاطه في دماغك. في صلح مع وعتاب ما بين زوجين، ما بين زوجين في صلح وعتاب، بعد عتاب في صلح ما بينكم ان شاء الله. بسم الله كاش. شايف هنا عندك خروج شيء من بيتك، خروج السحر باذن الله راح تخرجه ان شاء الله. العتبه الجديده فيها الراحه ليك، فيها السعاده. العتبه الجديده في مبلغ كبير وفكر عندك شديد، بس انا شايف هنا حبيب محتار وغيران ليك، حد مشتاق ليك وعايز يوصل لك. انت على موعد مع ضحكة من القلب. في فرحة في قلب بيتك، خطوبة ليك او فرحة بنجاح لاطفال، في بشرة نجاح في قلب بيتك او بمولود جديد باذن الله تعالى. وطريق السفر مفتوح قدامك. صلي على الحبيبة المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ونشوف رسالتك بتقول لك ايه. ان شاء الله الرسالة هتكون من ضمن احبابنا اللي دعموا الفيديو باللايك. بسم الله. يعوضك الله بما يليق بقلبك، هيعوضك ربنا بما يليق بقلبك. امين يا رب العالمين.
أتمنى من أحبابنا في الله يكونوا دعموا الفيديو باللايك ويكونوا نزلوا في التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. وإن كنت بتعاني من السحر أو من مس أو من تعطيل أو من تابعة أو من قرين أو أي شيء، دخل القناة جميع العلاجات بإذن الله تعالى، والرقم أمامكم. اللي حابب يتواصل معنا واتس يتواصل معنا يشرفنا في العلاجات. إن شاء الله نكون في حسن ظنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتظرونا كل يوم في جديد للأبراج.